مدينة بلغ تلقاء مدين وين؟ مدين فين مولانا؟ توجه فولي وجهك إلى مدين. لما توجه ليش هو زعلان؟ هو طالع من عندهم فرحان يعني فرحان ودعا عليهم؟ لا بعيد الغبر بعين سنة حد مش تجيب له. وين راح؟ سيدنا مين؟ موسى. هو توجه بأمر الله ولا؟ طبعا الأنبياء لا يخرجون إلا بإذنه. الله. ولذلك يونس قال غاضبا مغاضبا مغاضبا من قومه مغاضبا لربه لأنه خرج بلا إذن. فظن أن لن نقدر عليه. هو اللي سجد ببطن الحوت. ايوه الوحيد ها؟ ايوه صح. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تفضلوني على يونس بن متى. والله على العرش ويونس سجد في